نتحول مشاهدينا الكرام إلى بورسعيد وزميلنا محمد الحداد. إليك يا محمد. نعم دعاء، أرحب بك. بكل تأكيد نستطيع أن نطلق على هذا المشهد الانتخابي في محافظة بورسعيد أنه مشهد مليء بالتناغم بين الأجهزة التنفيذية وبين جميع عناصر العملية الانتخابية، وأيضا مشهد مليء بالسهولة واليسر. هناك إجراءات كثيرة جدا لتسهيل وتيسير عملية التصويت للسادة الناخبين هنا في هذه اللجان. نحن نتحدث عن 46 مركز انتخابي، نتحدث عن 90 لجنة فرعية، جميعها فتحت في نفس التوقيت في تمام الساعة 9 صباحا. وهناك عدد كبير من المواطنين حرصوا على التواجد منذ 9 صباحا وحتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليك. ومن المتوقع أيضا أن يزداد أعداد الناخبين أو تزداد أعداد الناخبين بعد نهاية ساعة الراحة في تمام الساعة 4 عصرا. بكل تأكيد مشهد مليء بالتناغم بين جميع الأجهزة التنفيذية. غرفة عمليات محافظة بورسعيد لم ترصد حتى هذه اللحظة أي بلاغات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية. شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وعودة إلى الزميلة دعاء جاد الحق في الاستوديو.